بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان إعلان شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين مع تبادل عدد من الاتفاقيات. تبادل الاتهامات بين قوى أوروبية وإيران في شأن جدية إحياء الاتفاق النووي قبل اجتماع مرتقب لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين والفرص الواعدة لتنمية وتنويع قاعدته بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي مع فخامة ألكساندر فوتشيتش الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى الدولة. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالرئيس الصربي والوفد المرافق في دولة الإمارات متطلعا إلى أن تشكل الزيارة دعما نوعيا للعلاقات الثنائية لفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية المستدامة والازدهار. هذا وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة اليوم أعلن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تشكل مقومات أساسية للتنمية والتقدم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى استثمار فرص التعاون المتوافرة وتنويعه في العديد من المجالات. شهد تبادل اتفاقية الشراكة التي جرت مراسمها في قصر الوطن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربع هذا الشهر في إطار هجوم مضاد يتركز في شمال شرق البلاد. وأفاد مسؤول عسكري أوكراني في بيان إلى تقدم قوات بلاده باتجاه الشمال في محيط خاركيف، وأكدت أوكرانيا أن قواتها تتحرك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الاستراتيجية. في المقابل نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم أن القوات الروسية تضرب مواقع الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه. أعلنت شركة أنرجو أتوم الأوكرانية المسؤولة عن تشغيل محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا اليوم توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا كإجراء وقائي. وذكرت الشركة في بيان أن المحطة النووية توقفت بالكامل بعد أن فصلت الشركة الوحدة السادسة للطاقة عن شبكة الكهرباء، مضيفة أن التحضيرات جارية للتبريد. هذا وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تسيطر عليها روسيا حول المحطة النووية الإجلاء من أجل سلامتهم.
بالانتقال إلى مستجدات الملف النووي الإيراني، وقبيل اجتماع مرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا، شككت الدول الثلاث التي تعرف باسم الثلاثي الأوروبي وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان ثلاثي في جدية نوايا إيران والتزامها بنتيجة ناجحة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. تصريحات رفضتها طهران ووصفتها موسكو بأنها جاءت في وقت غير مناسب تماما، فيما وصف بأنه تغير في الدور الأوروبي الذي حرص على لعبه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الأساسيين لإحياء الاتفاق النووي إيران والولايات المتحدة. بيان ثلاثي أوروبي يشكك في جدية نوايا إيران والتزامها بنتيجة ناجحة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وهو الاسم الكامل للاتفاق النووي، معتبرا أن موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانونا ويهدد احتمالات إحيائه، مؤكدا على مشاورات حول كيفية التعامل مع التصعيد الإيراني. إيران اعتبرت أن البيان الأوروبي غير بناء، كما طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من الدول الأوروبية الثلاث لعب دور أكثر فاعلية، داعيا إياها إلى تحمل المسؤولية عن العواقب المحتملة. المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية ميخائيل أولانيوف وصف البيان بأنه جاء في وقت غير مناسب تماما وفي لحظة حرجة في محادثات فيينا. موقف الدول المنضوية في الاتفاق التي اعتبرت أن المقترح الذي عرضه الاتحاد الأوروبي على طهران يمثل الحد الأقصى لمرونة القوى الأوروبية بشأن الملف يأتي بعد جولة ماراثونية من المفاوضات انتهت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي نصا نهائيا ردت عليه طهران بوضع شروط وصفتها واشنطن بأنها غير بناءة. ويجتمع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد بعد 3 أشهر من تبنيه قرارا يحث إيران على تقديم إجابات شافية للوكالة بشأن وجود آثار لمواد نووية في 3 مواقع لم تصرح إيران سابقا بأنها شهدت أنشطة من هذا النوع. هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. تحرك نعش الملكة إليزابيث الثانية من قلعة بالمورال إلى إنديبرا ضمن أول فعاليات المراسم الملكية الجنائزية. لطالما شكلت التجارة رمزا للتعاون الإنساني وتقدم المجتمعات، ويتوقف مستقبلها على صياغة رؤية عالمية شاملة. تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بمقاربة التجارة من مختلف النواحي، وتقدم قيمة حقيقية لشركائها ومتعامليهم حول العالم. استكشفوا قصصنا الجديدة عن كيفية قيام فريقنا المبتكر بقيادة دفة التجارة. معا نعيد تصور التجارة للأعوام 50 المقبلة وما بعدها. من العراق إلى دبي، مركز المال والأعمال. توسعنا لنقدم لكم الأفضل. IDB، البنك العراقي الأول اللي يحصل على ترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي. سوف يكون مصرف التنمية الدولي بوابة عبور دول مجلس التعاون الخليجي والعالم إلى العراق لتسهيل عمليات التمويل التجاري. احترافية عالية في إدارة الخدمات المصرفية، وهذه قيمة إضافية يتميز بها بنك التنمية الدولي في دبي. لتحقيق توأم اقتصادية بين البلدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها.
رئيس الدولة ورئيس الصربي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان إعلان شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين مع تبادل عدد من الاتفاقيات. تبادل الاتهامات بين قوى أوروبية وإيران في شأن جدية إحياء الاتفاق النووي قبل اجتماع مرتقب لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية. أهلا بكم. اصطف الألاف على الطرقات لتأبين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع تحرك لنعش الملكة من قلعة بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية إلى إندبرا. وجرى تغطية النعش بالراية الملكية لاسكتلندا يعلوه إكليل من الزهور التي اقتطفت من بالمورال. والموكب البطيء هو الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنتهي بالجنازة الرسمية في كنيسة ويستمنستر في لندن في 19 من سبتمبر. استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رفض إسرائيل إصدار أو تجديد التأشيرات للدخول إلى الضفة الغربية لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية. نتابع. بعد تأجيل تطبيقها أكثر من مرة بسبب اعتراضات مدعين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، أقرت إسرائيل فرض قيود على الأجانب الراغبين بالحصول على التأشيرة منها للدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها. هذه القيود التي يبدأ العمل بها الشهر المقبل تستهدف جميع الأجانب، سواء العاملين في المؤسسات الدولية أو المحلية أو الراغبين في التدريس أو الدراسة بإحدى جامعاتها أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضته الحكومة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإلغائها. نطالب أوروبا أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية. وفيما رفض مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في رام الله، وهو أحد المؤسسات التي تعرض موظفيها إلى رفض منح التأشيرة لهم الحديث أمام الكاميرا واكتفى بإصدار بيان استنكار، فإن جامعة بيرزيت واحدة من الجامعات أيضا التي طال القرار موظفين وطلب أجانب يدرسون ويدرسون فيها. تقييد التبادل الأكاديمي، تقييد قدرة الجامعة على استقدام كفاءات أكاديمية من الخارج سوف يكون له أثر كبير جدا في إضعاف هذه المؤسسات والحد من قدرتها على أداء مهماتها التعليمية والبحثية تجاه الجيل الفلسطيني الجديد. وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة تحديد عدد الأكاديميين الأجانب في الجامعات، وأن إسرائيل هي من تحدد احتياج هذه الجامعات لنوعية التخصص الأكاديمي الذي يمكن التعاقد معه، على أن يتم تقديم طلب التأشيرة قبل 45 يوما، وأن يمضي عدة أشهر وربما تصل إلى سنة خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية. الإجراء الإسرائيلي الجديد الذي يرمي إلى تقليص تواجد وجود الأجانب في الأرض الفلسطينية من شأنه أن ينعكس تأثيره السلبي على مناح مهمة في مجالي الصحة والتعليم، وهما القطاعان اللذان ينشط كثير من الأجانب فيهما لتقديم الدعم الإنساني والأكاديمي أملا في الوصول إلى العيش بكرامة وحياة طبيعية لأصحاب الأرض. لقنوات أبوظبي، ماجد سعيد، رام الله. حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي تستضيف بلاده نحو 1,300,000 لاجئ سوري اليوم من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي شدد على ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية. إلى الجزائر، وبعد التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وخاصة بوزارة الداخلية، أشار مراقبون إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى دفع التنمية المحلية في المناطق المحرومة، فيما احتفظ وزير الخارجية بمنصبه لاستكمال التحضيرات للقمة العربية المقبلة. المزيد في هذا التقرير.
عكس التوقعات التي تنبأت بتغيير حكومي عميق، فضل الرئيس الجزائري إجراء تعديل على 6 وزارات فقط، مع الاحتفاظ بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وأغلب الوزراء في الحقائب السيادية. الرئيس تبون عين وزيرا جديدا للداخلية، شغل منصب مستشار في الرئاسة مكلفا بالمناطق المحرومة، في خطوة تأتي حسب مراقبين لتعميم التنمية المحلية والحسم في ملف الدعم الاجتماعي الموجه. الرجل له خبرة كبيرة، وكان في الجامعات المحلية والاحتكاك، وكان والي في عدة ولايات. اليوم لما يمشي لهذه الوزارة أظن راح يعطي لها دفعة قوية، لأنه يصبح كل الولاد تحت إمارته. وفي هذه الحالة، لأنه الولاد لا ننسى أنهم هم يسيرون الشأن العام. وأمام التحديات التي تنتظر الجزائر، احتفظ الرئيس عبد المجيد تبون بوزير الخارجية الذي يواصل التحضير للقمة العربية، إلى جانب وزير الطاقة الذي تنتظره تحديات كبيرة في قطاع الغاز والمناجم تحديدا، إضافة إلى وزير الصناعة المشتغل على مسألة تنويع الاقتصاد. نعيش أزمة طاقة وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، مشكلة الغاز الخانقة بالنسبة لأوروبا وبالنسبة لكثير من الدول. والجزائر كبلد غازي وبلد طاقوي يحتاج إلى استراتيجيته تكون مستمرة. وزير الصحة الذي سير أزمة كورونا باقتدار تم عزله واستدعاؤه لمهام أخرى، فيما تم إلغاء وزارات المنتدبة لتخفيف الأعباء المالية في إطار سياسة التقشف. تعديل وزاري وإن جاء مخالفا للانتظارات، إلا أنه يعكس رغبة الرئيس الجزائري في مواصلة العمل بنفس الحكومة تقريبا، حفاظا على الديناميكية المحققة في السنتين الأخيرتين. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، محمد دمزيان برغل، الجزائر. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأسرع وتيرة منذ 38 شهرا. السلام عليكم. سعد اليوم غايب؟ أنا محتارة وش أسوي مع سعد، لأنه دايم يمرض. كيف أحميه بالمدرسة؟ ما في غير صابون ديتول يحميه. مع رجعة الأطفال للمدارس تزداد حالات الإصابة بالعدوى بين الطلاب، والسبب أكيد الجراثيم اللي تتجمع وتنمو بالأماكن المزدحمة ونشوف أنها تنتشر بعد على كل جسمك. الآن صابون ديتول مع تقنية الحماية من الجراثيم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية المتخصصة مؤخرا نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأسرع وتيرة منذ 38 شهرا. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. نما القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي بأسرع وتيرة منذ يونيو لعام 2019، مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع، ذلك وفق أحدث التقارير الاقتصادية المتخصصة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمدير المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 76.7 نقاط الشهر الماضي، وذلك من 55.4 نقاط كانت قد سجلت في شهر يوليو، ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهرا، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009. ووفقا لبيانات المؤشر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 65 نقطة في أغسطس لهذا العام، وذلك من 62.5 نقاط سجلت في شهر يوليو، وهو أيضا أعلى مستوياته منذ يونيو لعام 2019، فيما يبلغ متوسط السلسلة 57.6 نقاط. كما ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 نقاط من 51 نقطة سجلت
سجلت في يوليو في رابع شهر على التوالي من التوسع وفي أسرع وتيرة له منذ عام. وبحسب الشركات التي شملها المسح، زاد نمو الإنتاج بسبب الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر أغسطس لهذا العام، وكان معدل نمو المبيعات هو ثاني أسرع معدل في أكثر من 3 سنوات، وهو ما أرجعته كثير من الشركات إلى تحسن طلب العملاء وزيادة العروض الترويجية لمختلف الأسعار. كما ارتبطت زيادة النشاط في بعض الأحيان بالجهود المبذولة لزيادة الأعمال المتراكمة والتي زادت بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو. وفي محاولة للمساعدة في استكمال الأعمال المتراكمة، تم زيادة مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبأكبر معدلاته منذ عام. وفي نفس الوقت انخفضت أسعار إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات البحث عن فرص التخفيضات الهامة لجذب المزيد من العملاء. ووفقاً لخبراء اقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال، فإن الرقم القياسي الرئيس لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات يؤكد التحسن القوي في الأوضاع الاقتصادية غير النفطية بالدولة، كما أن انخفاض تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ وللمرة الأولى منذ يناير لعام 2021 بعد انخفاض أسعار الوقود كان قد ساهم في تخفيف العبء على مصروفات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى، مشيرا إلى أن الانخفاض المتجدد كان بمثابة تحول كبير في الضغوط التضخمية. كما أشار التقرير إلى أن البيانات تعطي أملا للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم، على الرغم من استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار بشكل مفاجئ. ونختم بهذا التقرير من الأردن، حيث أخضعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المؤثرين وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي لقانون الضريبة المعمول به حاليا، وبات لازما على كل من يحقق أرباحا مالية تقديم إقرارات ضريبية تتضمن الدخل السنوي من العمل على تلك المنصات الاجتماعية. المزيد في هذا التقرير. لم تعد ساعات البث المباشر الطويلة والمقاطع المصورة ذات المشاهدات المليونية عبر منصات التواصل الاجتماعي مجانية بعد اليوم. فمؤخرا أعلنت الحكومة الأردنية أن أرباح المؤثرين المالية وصناع المحتوى من تلك المنصات مشمولة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات. إخضاع أرباح هؤلاء للضريبة لم يكن هو ما أثار حفيظة حملتي أنا مؤثر وعدد من صناع المحتوى الرقمي، بل كان عدم الاعتراف بهم كمهنيين أو توفير تسهيلات قانونية أثناء صناعة محتواهم المختلف هو ما دفع البعض للاعتراض على دفع الضرائب مستقبلا. لو في امسح له الدمع اللي زرعته أخده. عشان أنا فرد من السوشيال ميديا هلأ بحكي لك أنه أنا ضد في حال أنه إحنا مش معترف فينا، ولكن مع في حال إحنا معترف فينا. هلأ إحنا إذا توفرنا شوية ميزات من الدولة أنا كثير كثير مرحب إن أنا أدفع ضريبة. دورات تدريبية يحتووا أي organizations عم بيحاولوا إنه هم يعملوا إنه التأثير هي فعلياً مهنة، تطوير المهارات، لغي أسلوب التفاهة بالتأثير. الإجراء فيما يخص ضريبة الدخل والمبيعات وهذا القرار الذي صدر بشكل عشوائي هو إنه سنقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد الرقمي، هيئة الإعلام وهيئة السياحة للتوصل إلى خارطة الطريق ومسودة اتفاق لوضع نظام يحدد من هم المؤثرين وصناع المحتوى. دائرة ضريبة الدخل أوضحت أن إجراءاتها لا تمثل فرضا جديدا للضرائب، بل هي إجراءات تنظيمية وتنفيذا للقوانين التي تفرض ضريبة على أي شخص يزيد دخله عن 45,000 دولار سنويا بنسب تبدأ من 5% وتصل في حدها الأقصى إلى 20%. دور الدائرة التدقيق على هذه الدخول، وبالتالي هذا ما تتطلب من الدائرة جمع كافة المعلومات والبيانات عن مصادر هذه الدخول، وهو المكلف بيقدم إقراره وهو بيصرح بدخله، وإحنا بدورنا بنقوم بالتدقيق ونتأكد أنه ما جاء في الإقرار هو صحيح.
كوميديا ساخرة وإعداد أطباق طعام وتسويق وترويج منتجات وسلع وغيرها من الفيديوهات باتت هي مصدر الدخل الوحيد لمئات وربما آلاف الشباب الأردنيين النشيطين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ما أن تتصفح تطبيقات هاتفك هذا حتى تغرق في كم هائل من الفيديوهات، ففي الأردن يوجد أكثر من 7 ملايين مستخدم نشط لمنصات التواصل الاجتماعي، يمثلون نحو 70% من سكان البلاد. من عمان إلى قنوات أبو ظبي، حازم الخطيبة. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا على حسن متابعتكم وفي أمان الله.